بلاغ كشف هويته. التفاصيل الكاملة لضبط سفاح التجمع بعد قتل 3 سيدات. كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة تفاصيل القبض على المتهم بقتل 3 سيدات والملقب إعلاميا بسفاح التجمع. تبين أن المتهم بيتعرف على الضحايا عن طريق التعارف الإلكتروني وبينهي حياتهم داخل غرفة مجهزة بعازل للصوت داخل شقته في كومباوند بالتجمع الخامس. تبين أن المتهم ألقى بجثث الضحايا في المناطق الصحراوية بطريق الإسماعيلية وبورسعيد، وأن بلاغ العثور على إحدى الجثث كان السبب في كشف التفاصيل. ذكرت التحقيقات أن المتهم بيدعى كريم من مواليد 1987 وكان بيعمل مدرس، وبعد ترك التدريس عمل في التجارة فترة. وأشارت أن المتهم طلق زوجته من 4 سنوات. جميع ضحاياه اللي قتلهم فتيات ليل، إحداهم من أبو النمرس بالجيزة والاثنين التانيين من الزاوية الحمراء بالقاهرة. وتبين أن المتهم حضر قبل أسابيع من دولة أجنبية للقاهرة الجديدة لاستئجار شقة داخل منتجع سكني بعيد عن مسقط رأسه بالإسكندرية. وبدأت القصة ببلغ من أحد المرة بيفيد بوجود جثة فتاة على جانب الطريق الصحراوي، وعند فحص الجثة لم تتمكن الشرطة من التعرف عليها. وسرعان ما ورد بلاغ آخر من محافظة الإسماعيلية بيفيد بوجود جثة أخرى في المنطقة ذاتها. وأثارت الجريمتان الرعب في نفوس الأهالي ودفعت أجهزة الأمن لتكثيف تحرياتها للكشف عن هوية سفاح التجمع ودوافعه. وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تم القبض على المتهم. وعند تفتيش شقته عثر رجال الأمن على غرفة معزولة للصوت يعتقد أن هي مسرح الجريمة.